حسب توجيه السيد محافظ نينوى المحترم، أكملنا والحمد لله تدقيق كافة الكشوفات والمخططات الخاصة بمطار الموصل من أجل التهيئة لوضع حجر الأساس من قبل دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظم المحترم. كان هناك عمل مكثف خلال الأيام الماضية من قبل يعني ديوان محافظة نينوى مع الجهات المعنية من أجل تدقيق كافة متطلبات المطار، والحمد لله تم إكمالها جميعا، ونحن بانتظار يعني دولة رئيس الوزراء للقدوم إلى محافظة نينوى إن شاء الله من وضع حجر الأساس كما وعد خلال زيارته الأخيرة إلى الموصل. وإن شاء الله يعني وضع حجر الأساس سوف يكون بداية لانطلاق العمل في المطار، ليكون هذا المطار نقطة وصل لمحافظة نينوى بالمحافظات الأخرى وأيضا مع البلدان المجاورة إن شاء الله.